جدا يا سي جمال، ماشي نجيونا في الميكرو نتحمل كل المسؤوليه، كل واحد فينا مؤمن امام القضاء، امام المناضلين، امام المواطنات والمواطنين. والسيد الكتاب الوهبي الشرف وانا شهاده لله، ما نشوف حتى بيكم انتم شهاده لله، سيد ربي اللي غيحاسبني فيها يا جماعه. هاد السيد ما عمرو قال لنا لا ديروا فلان، لا ديروا في الدرلان، لا تدخلوا في هذه الجهه، لا تطلعوا هنا فاسميتو. في لجنات الانتخابات كانوا نقاشات، كنا نختلفوا وبعض المرات نختلفوا بالقوة. تنفهم سي جمال